مرحبا، حامل معاكم باوند كيك الليمون. هحتاج لأربع بيضات، كوب من الزبدة، علبتين كيري، كوب ونص سكر، كوبين دقيق، ملعقتين كبيرة ليمون، برش ليمونة، ملعقتين صغيرة بيكنج بودر، ملعقة صغيرة فانيليا، وذرة ملح يعني بمقدار ربع ملعقة صغيرة ملح. في خلاط الكيك حضيف الزبدة والسكر والجبنة وأخلطهم تمام على سرعة متوسطة إلين يتضاعف حجمه. في نقطة مهمة نسيت أقولها، كل المقادير تكون بدرجة حرارة الغرفة، حتى البيض والزبدة والجبنة. لاحظي كيف صار الخليط لونه أبيض وأتجانس الزبدة والسكر والجبنة. دحين حبدأ أضيف بيضة بيضة. طيب دحين حضيف هذه واحدة بيضة ووراها على طول أضيف ملعقتين من الخليط المنخول، الخليط المنخول اللي هو الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا. فيصير حضيف بيضة وأخذ ملعقتين أضيفها مع البيض. هذه أول بيضة، بسم الله أضفت أول بيضة، ودحين حضيف ملعقتين من أضفت الأربع بيضات زي كده، بيضة بيضة ووراها ملعقتين من الدقيق المنخول. دحين حضيف عصير الليمون بالتدريج. خلاص دحين اتجانست الأربع البيضات مع الخليط، حطفي الجهاز وأبدأ أضيف باقي الدقيق وأقلب بالملعقة. هذا شكل الخليط بعد البيض. دحين حضيف بشرة الليمونة وأبدأ أضيف خليط الدقيق وأقلب بالملعقة السيليكون. طبعا التقليب يكون على شكل دائري ونص بالطريقة. أضفت الخليط لقالب مدهون بالزبدة. أنا القالب عندي مفتوح من النص، الأفضل يكون قالب مستطيل. دحين حدخله الفرن على درجة حرارة متوسطة. طبعا الفرن أنا شغلته من بدري وسخنته وجهزته، دحين حدخله على درجة حرارة 180. حبدأ أجهز صوص الليمون. صوص الليمون ده أشربه للكيكة قبل ما أقلبها. فعندي هنا 3/4 سكر بودرة، سكر البودرة الجاهز من السوق مو اللي إحنا نطحنه في البيت. وعندي هنا ملعقة صغيرة زبدة، ربع كوب من عصير الليمون، ونص ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. أخلطهم كلهم وأحطهم في قدر على النار. بعد ما تستوي الكيكة هحط هذه على النار عشان أشرب بيها الكيك. هذه الكيكة خلاص جهزت، هخرمها زي كده بعود الساتي عشان أصب الصوص. خلاص بمجرد إنه غلي وهو حار أبدأ أصبه، بسم الله، على الكيكة. الكيكة مرة مرة لذيذة، بس لا تنسوا تحطوا صينية تحت القالب عشان لا يحمر عليكم زي كذا.